سلم ده حبابة ألف مرحبتين حبابة دوحة متناسقة وفريدة للمواهب فات حبابة فيها كم شعراها غنوا حيروا فكار الكتابة الكوميديان والممثل يمسحوا حزان الغلابة المغني الصوت صادح من زفير شهق الربابة دوحة الإبداع منانا في شهر رمضان وانا حتى الإبداع حبابة ألف مرحبتين حبابة. جهد الأعزاء طيبتم وطاب مساكم عبر هذه الأمسية الجميلة، ونحن نتكل على مرة في الفرح في حضرة الألغ والتميز والجمال والأناغة والبساطة في حضرة دوحة الإبداع. يسعدني يسرني يكون في حلقة اليوم بلال أبو القاسم كداش، حبابك ملايين الله. حباب الأستاذ ماجد، حباب المشاهد الكريم، تصوم وتفطر على خير إن شاء الله، ربنا يعيد عليكم أعوام مديدة أو سنين عديدة إن شاء الله. لك التحية والله يا أخي، سعيدين بك جدا والله. مرحبا أيضا بالشاعر العجلاوي، حبابك ملايين والله. مرحبا بك أخونا ماجد، ومرحب بالشاعر المعاني هنا في الاستديو، ومرحب بالمشاهد الكريم. إن شاء الله نقدم حلقة ترضي طموحاتنا وترضي المشاهد، إن شاء الله تكون حلقة استثنائية. ورمضان كريم عليكم، تصوم وتفطر على خير. بارك الله فيك. لك التحية والله يا أخي، سعيدين بك جدا والله. نرحب أيضا بأحمد سريد الباقة، مرحب بك والله. حيا المشاهد الكريم، إن شاء الله نكون خفيف المنزل، وحياك رمضان كريم وصوم وفطر على خير إن شاء الله. لك التحية والله يا أخي، سعيدين بك جدا يا أخي. مرحبا الشاعر عباس الكمالابي، حبابك ملايين. حبابك والله، شرفتونا والله. ان شاء الله نقدم شيء تنال اعجابكم ان شاء الله. لك التحيه والله يا اخي. رمضان كريم عليك. الله اكرمك، تصبح على خير ان شاء الله. اللهم امين. الله يكرمك. الله محمد عابدين طبعا يا جماعه المجادعه الافتتاحيه. برضه حتى الوريفه. المجادعه حبابك والله. المجادعه في شنو؟ والله نبدا بحاجه كده في الغنى ده مع اخوي عجلاوي. مجادعه جماعيه رباعيه. رباعيه ان شاء الله. قال الغنى ما بنكتبه عشان نجي ونتشكر، ولا بنقوله عشان وسط الخلق نتحكر، بنكتب مرة غنية عشان صفانا معكر، ومرات حكمة نكتب شاء من يتذكر. مجادعة الشعر فنوق بط رهاني، والدوبيت بريد وعتاد عليه لساني، كان ما برضي مشغول بالقراية تراني، من صافي القصيد كان اكتمل ديواني. عرب اللي فارشين بالمكارم سوقن، يسوقوك حكمة بالراي حاشا ما بتسوقن، تذوق الحندل المر كان قصدت تذوقن، وقوة بيجيبوا حق الناس وبيحفوا حقوقن. أفشي بالخير. أفشي والله. الجخ والكذب فلان عمل له حديدة، والغير كلامه جاب له مشية جديدة، دين مو في نقول في صفات فريدة، بساط والعيشة بينات البساط بالريدة. أيوة والله. أفشي والله. كونك انا اعري شويه للغزل، كونك ليت هجري عشان تعيشي سعيده، والكان بيننا اوجاع ما بميل ترديده، ريتك يا العيونك لسه قلبي بريده، زي ما قالوا دي الريده التضيع سيده. دي سودانيه لا من الرياض لا جده، شفتها مره بس والباب علي انسد، بيني وبين الاخطاب لا موبايل رد، شفتها في العرسات وسيده عدة. قال خلفت بيعود ليك كف الوعود اتحملت، نسيت العاشق قلبك كن مواجع اشتملت، يقول غيرك يحب كان الحواس احتملت، وينضح قلبه بيسلم المساحة اكتملت. يا سلام. وشتو للسواق الزرع مو بتقارب، غفروا يهودي من ضمن البشر مو مارب، حلطي عليها ما لقيت ليها وصفا كارب، غير الطمه قبضه ومالي بنقو وهارب. ابشر والله عباس. شوف الخير والله. كتابة الغنية في الزهجة ودموع الليل، بتمرق ذكريات عشناها نحن قبيل، حليل القعدة واللمة الزمان حليل، والفاهل بينطق الفاهل بيبسم ينطق القنديل. يا سلام. كم غنينا بغنانا وحروفنا رغيغة، وكم من زول مألم ليه وطفينا حريقة، يلي بتقوله ذاك مظلوم أقيف دقيقة، ما كل اللي بنكتب فيه غنانا حقيقة. والله ما كل بنكتب فيه غنانا حقيقة. بفتح صفحة الغنى والغرام بحكيله، بقلبا يحبني كباب ساعة تاكيله، يجيك بلهفة يتخزل الدموع تبكيله، يرجع صدري طيفي عشان يشكيله. لو بمرادره ياكل للأبد ما غبه، حبك بيهم يتمسك كثير ما لعبه،
مرضي الغلب الطب قالوا عندك طب بيروح ان جود تريكس حبيبي بحبه. يا سلام ليالي الفرقه والنوح والسهر والدم بكتلة شيء فشيء احسن جريعة السم من اللهج حالي وفرح لينا ما انتم عدمان جفني للنوم اللي بغزي الدم. في نظم الشعر يا ما كثير اللفته اي لا شكرت بيت في حياتي لا شنف نظرتنا ليه واحد ما وزيد اللفته زيها في البنات لازم بشوف لا شنف. الله يوفقك. عندك نظره ليه جبل الحديد بتقدي كل ما داني بابليمك سريع بالسدي ما دام ما بيلي طرق المودة مدي هسين قالوا عباس مات علي بتحدي. الله يتحدي. ابشر بالخير والله. نطلع فاصل يا معني راجعين. شهد لك كريم فاصل ونواصل. حتى اللي بده حبابة ألف مرحبتين حبابة. قلبي عارف عني دعاتك العلاج ما في ساعتك غير ما بيدو
هذا الاعزاء طبتم وطاب مساكم عبر هذه الامسيه الجميله، ونحن نتكئ على مرف الفرح في حضره الالغ والتميز والجمال والاناقه والبساطه في حضره دوحه الابداع. يسعدني ويسرني يكون في حلقه اليوم بلال ابو القاسم كداش. حباب الاخ مايد، حباب المشاهد الكريم من ثاني، كانت بيننا قصه فؤادي قاضي اجيبها، دموعنا بيفضحني قلت داير احكيبها، مو مني اللي حصل لها من سواها نجيبها، في حاجات قاسيه بلود بليد ما من طول نجيبها. يا سلام، الله يبعد قاسيه بلود بليد ما من نجيبها. اصلا قلبي ليه ريد البنات نساي، وشريان الغرام انا رابطه بوكاي بقدرة الهي الا الكرم عطاي، شفتها بيضفوط فيك ابو هشام. قبل الريدة رغم انك مجافية بفتله ما هماني كل احلام منايا الكتله. قلبي في يمين كف العذاب غامت له، كان فتشت ان الريدة ما في مثله. ما في مثله والله. غرام الطبع فيه شبه نفور الصيد، ده خلاني زي مجنون بسك في القيد. انا يا صاحبي واقع في غرام فور هيد، لا بخاسمني لا بفتح لي باب الريد. يا سلام. ربي الجامع ايات الجمال جد فيك، شاب الفرق شئت انا بالدموع ابكيك، منك ومن صدودك ومن ردودك ديك بقيت كل التقلب لا يقول لك ايك فوت. يا درع قلبي شوفك كل يصبح صف حبك، طب مكني وفي الضلوع متخفي، ما دام في صحار الشام غير الصبح متوفي، كيف يعمل عشوقك يا جمالك يك. يا سلام. دروب سلماية بزعاها وبخيب مزعاي عليها، بغني صاحي وبرضه فاقد وعاي، انا يا المهدي بكتب والحروف تنهاي، وحرفي الكاذب وان الفيه يبكي معاي. يا سلام. جدي وامك البياح فجر واردابك، من قناصه فوق ضربه وكجر لاقدابك، عينيك كاحله بفوق جميل اهدابك، لهجك حالي مسخ برتقان زي دابك. يا سلام. يا سلام. وعدك عاشا كذاب زي وعد عرغوب، رفضتي بغاك وقت كان البغاء مرغوب، كان عاودتي من دمل المليتي صغوب، ترتد روحي زي ما ارتد بصر يعقوب. يا سلام. بكتي في الشعر انا ليك ايش هتكفي، نفسي وديع عليك وهس يمكن صرفي. هاي. يا لحبك مكني وخايف يصبح حد اكيد هي يكون سبب في رقادي يا احمد شركي. الله يا بعد عمره طويل يا شربت الوجع كاسات ثم تلو الكاس، ما فارس بقيت تحتمن الراس، وسماتيل بتمرق يا الهدم تساس، وسمات كاس عشان تجبر خواطر الناس. يا سلام. اللي قلبي بالهجران محطم مناسفة، لي يا صاحبي قبال فترة فترة محرجة كاسفة، عارف اشواقي امواج ضاربة فوق العاصفة، قول لها داير الاقيكي تقول لي اسفة. يا سلام. يا السمحة وجميلة وحاشة ما بتتباهى، راجلا زي اسد من الصغر رباها، ما سوت غلط ما شاكله وسباها، بس مليانه عفه وذوق اصيل ونباها. ابشر ابشر بخير والله. نطلع فاصل اليوم ونجي راجعين. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. حتى اللي بدا حبابا الف مرحبتين حبابا. حسن بريد زانا من محور الشوق سقانا، انت وين بالله
ما في زيك انت وين بالله حيك ايدي ما في زيك انت وين بالله حيك الأعزاء طيبتم وطاب مساكم عبر هذه الأمسية الجميلة، ونحن نتكئ على مرف الفرح في حضرة الألغ والتميز والجمال والأناقة والبساطة في حضرة دوحة الإبداع. يسعدني ويسرني أن أكون في حلقة اليوم بلال أبو القاسم كداش. حباب الأخ ماجد، حباب المشاهد الكريم من تاني، رفيقي الخاط لحسن الرفاقة دليل أسد في الفي وتمساحا بفج النيل، رفيقي بواجه العرق القبيح عديل قدر ما تخط عليه كتف الحمل ما ميل. رفيقا يزيح همومك ينبغن جبال يميل التاكة كان وسامة في يوم مال. واحد من كراميخ في الملاقات قال والقال عنهم في الآية ربي رجال. رفيقا هم همك ودين ودينك بيقيف لك ألف نحمر في البدينك، رفيقا حر وفي الحارة بيعينك وريت إن شاء الله يا زول في يمينك. رفيقا ماله شان الخوة شد بيع فيه وإن قصدك كلامه الفيكة ما بيخفيه، تلبى نحر حروف الغافية ما بتوفيه وأخوي في الحارة ركازا قلب ما فيه. ما سباله زول لا سمعنا زول سباله، العز وارسه من عم القبيل رباله، جل الباري بيسمح الصفات عباله صاحبه قال له رح كان نار بيقع قباله. خير والله من دي رفيق بطايبك حتى لو زد هجرا، ولو مرضان لو غضبان بعاملك بالسماح مو زجرا، يفضل ضيفه وإن رضى عنده بيقعد حجرا، وإن يتفضل الضيف تردي موعه بيجرا. رفيق انضو ومو قول سايب أقوله واشكر له، ومو الزول تعرفه عشان تجي وتنكر له، غرضك بيقضى صاحب اللي قبل تذكر له، رفيقا ظاهر الباب إلا ما تفكر له. الله يا رفيق ترى بعز عز وعطايا وصف ما بحوشه، رفيق الروح بيديك لها خلي قروشه، يوم ديوانه تتملي بالخليقة فروشي بتشوف جود يخلي رجال طرابة يهوشه. أبشر بخير والله. رفيقا وشه خير يتلا لك أنه بصيص، وما بتشوفه في لما تغناوي رقيص، راكز جد عن ساعة القتال ما بنيص، جده عشان يكرم الضيف بيقنصه قنيص. شان الغير مسوفي الخير في قيسة واقف، كم شفته في محنا تهوي الواقف، راكي صبت اشحله العبوسة مواقف، بباشر الضيف وفي التلفون بيسلم واقف. بقول نبدأ منك النور شمالا، يا تلج بلدك حضارة من مضوي ليل لبيرة، قبلي بحري بشوف منارة وصلي قاعد عز خليوة، يا اليماني بعز ديارة ويكفي اني عرفتك انت، يا اللي عرفتك ما خسارة،
جينا يا الرحال ديارك والشمالي معاه المبقت الصويتي مع الطرمبة سوقكم بالحب مشبت داير ازور حي المطار والغوافل فيها كبت اسأل احمد عن محاسنه بيكشف الخير المكبت ابو نواس يا اخويا بكري داير الاشلاك خباره داير اعرف سر جماله كم سؤال في بالي داره والحصايا علي بانت فيك محمد طال وداره ليه حق يكتب يدوين خايف يرحل يسيب دياره وحدة والريان بريدن بعشق الشرق ورحابة تلقى حي البنك تحفة تلقى في الدرج الصبابة مردة وحي الطليح مربعاتنا بحب ترابة وعبر لسانك مسامح بيبقى للتايه سحابة السيالة وشيخنا مدني تسكن الداخل الأبية تمشي ليه السكة الحديد يا الشغيل بلد القوية يختم الكبري اللي بيربط بينه والعاصمة الفتية وأصله ما بتوفيق حروفنا والغوافي عليك شوية وأنبكول أجمل مكانة ليه حروف عجلاوي زنتي ليا يا الحفيان حكاية فيها وتين حتكون دي بنتي بلغ أمها كوم تحايا وقول لها شاكرك وماكي هنتي القصيدة كتبتها كلها عشان أذكرك فيها هنتي القصيدة كتبتها عشان أذكرك فيها هنتي أيوة والله يا غرام من نوع آخر تحية اليوم لك التحية والله تحية لعبرة كلها والله تحية لعبرة والله يا أخي تحية لنهر النيل العامة تحية لنهر النيل تحية للسودان يعني تحية للسودان والله تحية لكل مشاهد تابع دوحتنا الوريفة أبو حميد دار مرض من مجال أخونا ده الله يزال ده بكاي بك شيء خلاص ودار أمشي على الفخر ما عندك مشكلة قال نحن الفينا عند الغير نقاصي وصولة ونحن طبعنا من قيما قديمة وصولة أي نحن قمنا للعركة ورفعنا فصولة يوم دا كيتنا كالطابة البعيد محصولة نحن كبيرنا مبسوط من نتائج وحصاد ونحن صغيرنا ليدود المحاصات صاد يا سلام يوم العركة فارسنا البشير عصات وملك الموت بقابل للبقيف بقصاد يا سلام نحن وتاني نحن حقيقة مين منقولة نقدر نحن ماشيين والظهور مزغولة نحن ونحن يا أبو الزاكي حد ما قولة نصحر تاني نحن وبنبطل مبعولة بشير بالخير والله نيران قاجة طلعت من محاتي الجوفنا وفينا الخير كان قلب الشرور بيدعوفنا صاحب الشين وشوشنا وفوق مهل بيشوفنا عيل شايلين 30,000 فطن في كتوفنا بشير بالخير والله أبشر نحن جيوبنا للعشمان دوام دفاقة ما شافونا في مجلس عطالة وفاقة قل للما دنت في يوم بقى الصفاقة نحن وحوش وكان بردت بنبقى رفاقة فينا الطيبة بعد الفرسة مالية صروحنا بنعالج جروح الناس وننسى جروحنا يا سلام ولك الموت كان جانا ونزل في سوحنا لو في ايدنا نكرم قبل ياخد روحنا شيء بالخير والله أمشي. ما سوينا بابا شان يدق طريقنا صغيرنا الطاية حتما كان نزلت فريقنا نحن الضوبة بدل الفراسة طريقنا نحن بننوي للموية مشت في ريقنا يا سلام عرب اللي فارشين بالمكارم سوق تذوق الحنظل المر كان قصدت الضوق يا سلام بسوقوك حكمه بالراي حاشا ما بالسوق بيجيب قوه بيجيبوا حق الناس وبيحفوا حقوق عربي البيه مفتخر الجميع العربه للضيفان جدود من بدري زرعوا التربه إن جيتم مسافر بي وراك هم قربة 10 سنين بتقعد وما افتحز بالغربة حاشا وكلا في خوف ما حتنا نحن بالكرم زارعين شتنا كيف تستغرب موتنا وكتنا وموت العزة مخلوق للمتنا فينا الجد تبانت من حروقة صفات الطكرة جاريات فوق عروقة كيف سيوف الموت كان شلعا بروقة بنتلقاه وشوشنا ولاهنا روقة السلام. علينا البخل مو ما خلو طوفة ومعاني الفرسة داخلين جوا جوفة الخوف نحنا كان الدانة شوفة أوعت لومه كان دخلت له خوفة الخوف نحنا كان الدانة أبشر بالخير أبو حميد والله تبشر بالعز والله تبشر والله كمال أبي حبابك والله حبابك ملايين نبي لكم على الحكمة ولا أخواني يقول في الحكمة صدق مثل جدودنا اللي قالوا بدري زمان خواف العيون أما الضراع أميان لكن للشدائد برضو أسعى أخوان ما بتكون براك في الدنيا مهما كان سمح الكسب بين سمح الكسب من عرق الجبين وحلال وسمح بالقليل غنوع ومستور حال عمار الدنيا مهما كان مصير وزوال طعم الدنيا في راحة الضمير
والبال. الجود والكرم ديل خله اني براسك وخلك ذول حميم في العز غرك ساسك، ما تقول لي فلان خاويت وصدق احساسك يا عمر المواقف هل بتصهير ناسك. اي والله في اللي بيخدعك المصهر تقول ده حبابه وليك تلقاه واجب الرجال ما جابه. يا عمر الزمن لابد يلف دولابه يوريك للهوين والبعز اصحابه. يا سلام اي رجاله بالموقف بيكون تفتيشه، اسعل ما بيسعوا الخوه لتهميشه، ما تنغش بالجبنه نوادي الشيشه خاويها للوصول ما تبقى يا زول كيشه. كلمه الحق الله خلقنا شهرين سيفه الدارين نعمله والخلق بكيفه، السالفة الزميمة بنس عليه وقيفة تاني العايمة تبقى مدقرال القيفة. قدمك كان بتمشي الناس عليك بتميل وبتشوف فيها عزة ليه وماك متخيل. جرينا كتير شديد يا خالي ما هو قليل، مواجبة الرجال مو باردة مو صار عيل. إن جانا العدم ما فينا اللي بيتجرس له، والغارين قروش غالين وما بنرخص له، إلا رفيقنا شانه معلى ما بنلمس له، بنسمع رأي وطوب يفصله ونلبس له. مما قمنا يا محمد قلوبنا حنين، من زول فيه ما بنشيل ولا نحاقدين، الفارق نواب نقول له في 60 للبيجي والبيفوت مشرع ورود باقين. الصبر فيه كل الخير للي بيصبر، معروف بالصبر كل الامور تتدبر، الصابر اكيد تحت المحن بيتجبر، ربنا بيدي خيرا كافي ما بيتعبر. اي والله ابشر والله ابشر بخير والله ابشر حبايب. الفتنه قالوا بتحرق الواجدها ابشر، سنين ما فيها نفق ايامها ما تعددها ابشر والله، خدت النيه قبالة اللي مرتعقتها غنت النعمه بيدي لك بعد تفقدها. ابشر بالخير والله يا اخي ابشر. الله انا ما كنت سعيد بكم سعاده شديده. لحن الختام ان شاء الله حيكون محطه خارجيه، نتلقى ان شاء الله في حلقه قادمه. بلال نحن سعيدين بك جدا والله يا اخي. والله انا سعد استاذ ماجد، ان شاء الله نكون قدمنا حاجه تكون تليق بجمال الحلقه جمال المشاهد جمال البرنامج، ان شاء الله نكون عند حسن الظن. لك التحية والله يا أخي. الله يكرمك. التحية لأي زول بيعرف بلال داخل وخارج الوطن حبيب، التحية لنور الدين مشري خارج مشري الوطن، كان مفروض يعني إنه مرابعين نذكره هنا لكن إن شاء الله في حلقة قادمة. تحية للأخ الأكبر دابي الوغش، والتحية للناس كلها يعني بدون فرز. لهم التحية جميعا والله. أمانة لو أملنا في زول مقبول. لهم التحية والله. الله يكرمك يا أخي. حباب العجلاوي. هاي التحية ليك. ماجد الله يتحيى والله، تحية لبرنامجك، تحية للمشاهدين، ولأن حي جميع إضافي ودر أنه خلاله وصلتنا هذه الحتات دي بدأتنا من الصفر. ده حي خالد سعاد في الكلية تعجبنا، لأن حي برضو أخواني خلف الكواليس السعد الكناري ناس جمسة سراج، تحية لهم كلهم، تحية لأخوي الكبير رواب وأبوي وأمي، تحية لأي زول بعرف محمد عثمان عشان ما دايرين نذكر خايفين ننسى زول. لك التحية والله يا أخي، نحن سعيدين بك جدا والله يا أخي، الله يكرمك يا أخي. وحميد السراي الدلواو لك التحية والله يا سعيدين بك في دوحتنا الوريفة. حياك الله يا أستاذ ماجد، وأنا بحيي كل إنسان بيعرف محمد سراج من غير فرز. والتحية لأخواننا الفطاحلة ديل، وكانت لحظات سعيدة إن شاء الله نعيدها إن شاء الله. الله يكرمك إن شاء الله نكون قدمنا مع عجب المواطن. لك التحية والله يا أخي، سعيدين بك والله يا أخي. الله يكرمك عباس حبابك الله. لك التحية والله حبابك الله. التحية لله العام في الدامر دون فرز، وهنا في نهر عبرة من بداية النهر لا له التحية النهر كله نهر النيل والله يا أخي دون فرز. الناس كلها تحية لله اللي بيعبر وبيدامر برضه كله له التحية كل الله العامة والأخوان إن شاء الله. لك التحية والله يهيب. شرفتوني تكرموا وأنا سعيد بكم جدا الليلة. مشاهدي الكرام انتهت حلقتنا اليوم، نلتقي في حلقة قادمة، كونوا في الموعد.